قوانين الجدريه طبعا لا مش الجدريه بتعمل سيرجري تمام خلاص انواع السيرجري اللي احنا نسمع عنها ايه الدوزز يا اما الفيتو ريسبشن صح طب الفيتو طاقين يا اما فرونت بايرز ايه سبينج سبينج كنت حل اسمه بيع دكتور الاسئله بتبقى تروح بص بصوا يا شباب الصوره بتيجي كده نيجي تحتيها يا اما في مرتين الامتحان السنه اللي فاتت احنا كنا بنعمل سؤال تحت كل شريحه نكتب وات از دايجنوزس السؤال الثاني جمله تقول عليها صح وغلط السنه اللي قبلها كنا بنكتب اربع جمل تحت الشريحه عباره عن ترو فولس انا ما اعرفش اعمل ايه المره دي خلاص المهم ايه ده شكل اللي ايه الستايل بتيجي بالشكل ده ممكن يجي يقول لك ايه وات از دايجنوزس انت ايه اللي انت شايفه دايجنوزس هنا في الامتحان ايه اللي انت صدقش هو تروب ولا ناشف بس؟ تروب شاور ليه من تروب خلاص كده؟ هيجي يقول لك ايه؟ لور ليه من تروبيوم ايوه كده؟ ديو تو سيرد نيرفوس عرفت ممكن يسألك سؤال صح ولا غلط؟ انت هتقول تروب فوتش اصلا ولا دايجنوز انه عنده انتروبيوم الانتروبيوم ده له اسباب ايه اسبابه؟ في كونجينيتال انتروبيوم في سي 9 انتروبيوم في سي دابليشيان انتروبيوم مش كده يا شباب؟ تمام خلاص؟ في سباستيك انتروبيوم مفيش حاجه اسمه باراليتيك انتروبيوم الانتروبيوم فيشن نيرف بولسي بيعمل باراليتيك انتروبيوم خلاص؟ يبقى انا عندي هنا مفيش كلمه باراليتيك في الانتروبيوم في الايه؟ في الانتروبيوم خلاص؟ طيب يجي يقول لك هنا المانجمنت بتاعنا ان احنا هنعمل ايه؟ مثلا يعني يقول لك ايه هنعمل سيرجري زي مثلا ايه سنيلنج اوبريشن خلاص هنعمل مثلا ايه فايس اوبريشن خلاص فانت عارف اسماء العمليات فممكن يقول لك هنا تريتمنت باي فرونتال سنيلنج مفيش فرونتال سنيلنج هنا في الاستروميوم ده احنا بنعمله في التوسس خلاص يبقى عارفين ايه اسم العمليه فاهمين دي بتاعت مين خلاص طيب يقول لك هنا العيان ده ذا مين كومبلينت بتاعه فورين بودي سنسيشن كورنيال اوباسيتي از ا بوست كومبليكيشن عايز اقول ايه الكورنيال اوباسيتي صح ولا غلط ايوه في الكورنيال اصلا بعد الكورنيال اصلا تقيل بقى مش هيسال الكورنيال اوباسيتي خلاص تمام صوره تعبانه زي دي مفيهاش حاجه بتاع الصفرا اللي هي اسمها ايه؟ بين كواكلا بين كواكلا دي عباره عن كونجكتايفال ديجنريشنز تريانجلر انشين والبيز بتاعها توورد ذا ليمبس والايبكس اواي عكس شكل التريشيال اللي هو بيبقى تريانجلر برضه انشين شيء والايبكس توورد ذا ليمبس والبيز توورد الكونجكتايفال صح؟ طيب دي بتيجي سببها ايه؟ طيب مثلا يقول لك ايه فايرال ان اوريجن يعني فايرال لا دي بتيجي بسبب الاكسبوجر الالترا فايرال بيز خلاص؟ طيب دي واحد مثلا يقول لك ايه؟ اتس ا مالينت كونديشن مش فارق بس عادي بنوايد كونديشن تمام الصورة دي كورنيا خلاص دي يقول لك ايه وات ذا دايجنوستس اللي موجود هنا ايه الصورة دي؟ مين؟ ده انتوا اختلفتوا في اسهل صورة مين مرة وقال ده؟ جرين دندريتك انس هاي ولا زين لا تصدق دندريتك انس اه بس انا شحطها دي بقى انا شحطها هنا شوف بقى دي اسمها ايه؟ ايه الصورة دي هون؟ ها ايه السمرة دي؟ ها؟ طيب الفلسطين لونه أخضر، الروز بنجان لونه إيه؟ روز خلاص؟ روز يعني مش أخضر ولا حاجة، خلاص؟ طيب يبقى سماك يقول دي ستيند باي فلوريسين ستين تمام؟ ما حدش بيقول لك لا ده هي النص مش عارف بمين اللي في الصورة، احنا قدامنا في الصورة لون أخضر يبقى احنا يبقى ده فلوريسين ستين، اسمها إيه الأنسر دي؟ لا يقول لك الانسر دي تريتد باي كورتيكوستيرويد صح ولا غلط؟ غلط 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 ايه رايك يا العلاج هنا كورتيكوستيرويد ولا العلاج هنا كورتيكوستيرويد؟ ايه؟ انتي فايرال يعني
انشورنس يعني دي مثلا بتاع مشكله ولا حاجه ازاي اللي مش بتعمل حاجه اسمها ايه ريبورت اوت خلاص او جيوغرافيكال اوت تمام. طيب الفيرال احنا هندي انت فيرال اسمه ايه انت فيرال سايكلوفير سايكلوفير خلاص كده من ده قد ايه اي اوينتمنت خلاص مرات يا ابني خلاص قلنا ان هو بيحتاج دي ان ايه بتاع الايه الفيرال انفكت سيلز مش الايه بتدوز عليها رقم مش الدوز يا راجل خلاص والله ده مش دوز مش دوز يعني اقول كم ملي جرام يعني ايه علينا يا ابني مفيش اجابه هنا السؤال وات از دايجنوز دندريتك انسر لو قال لك وات از تريتمنت اوف ذس كونديشن هتكتب اسايد اوفير كده ما عادش مقبوس والكتابه تكتب غلط لا هتكتب جامعه سؤال لو صح لو انت فاهم كده انت مش عامل عصابه كده يعني في الامتحان مثلا صح على الورق بلاقي ابداع يروح دوب افاول الجمله الصح وبعد كده يروح عايل عكس اللي كتبه فطبعا يبقى مش فاهم وبالتالي صراحه مش مديله درجه خلاص صح يعني في مسائل كمبيوتر احنا شايفينه دي صورة اي فيها حاجة بيضاء في الانتيجر هايبوبيوم هايبوبيوم ايوه هايبوبيوم يعني ايه هايبوبيوم؟ تمام بس في الانتيجر شامبل طيب بس في الانتيجر شامبل ايه اسبابه؟ يا اما اريتسوكراتس يا اما هايبوبيوم انسر خلاص تمام؟ طيب الهايبوبيوم ده علاجه ايه؟ حسب لو هو هايبوبيوم انسر هندي ايه؟ فورتيفايد انتي بايوتكس تمام؟ وندي سايكل طيب لو هو اريتسوكراتس هندي كورتيكوسترويدز سايكل تمام برضه في الاخر برضه كده كده عملنا ايه؟ سايكل تمام فاحنا هنا مش شايفين ايه؟ مش شايفين كل الانسر حد شايف كل الانسر؟ اه ده كل الانسر لا مش ريفليكشن ده الانسر ده دي اسمها ايه؟ ده النور ده مش ستان لا مش ستان ده نور اهو مش هو ده بس نور ابيض نور ستان باين بقى هنا اهو الانسر دي واخده اهي واخده زي ستين كده تمام؟ طيب يعني كده مين؟ في ديفرنشال دايجنوزس بقى الحاجات دي طيب انا لو جاي هجيب الانسر في الامتحان مش هجيب صوره عبيطه كده هجيب صوره هتلاقي الانسر في النص كده واضحه عشان تبقى هجيب الانسر ما فيهاش كده خلاص عشان ما حدش ايه يتلخبط ويبقى ريتشارد اه بص هنا في لا ما هو مش بيسال سيبك من المساله احنا ممكن نغير الكلام مكتوب الصوره خلاص ايه العيان ده؟ ايه الساين دي اللي احنا شايفينها؟ اللي هي في ساين احنا شايفينها دلوقتي كل كورت 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 عشان باصص لها يعني اي واحد هيبص تحت كده يبقى عنده كراتو كولوس؟ لا عامله في شيب في شيب انجلر ايوه في شيب انجلر اسمها ايه؟ ايوه هو يبقى ده اسمه مانسون سايد خلاص؟ المهم ايه؟ باصص لتحت كده يا اسمعي بيشوف كويس مانسون سايد يجي يقول لك تريتمنت اوف بلاك كولاس باي سوفت كونتاكت لينسز ولا احنا معانا ايه؟ هارد ايه؟ هارد كونتاكت اسمها ايه؟ ريجن جاز فيرمال كونتاكت لينسز خلاص؟ طيب هنيجي هنا نقول ايه؟ استجماتيزم اوف ذا اوف ذيس كونديشن برضه مش عارف مش عارفينك تعرف الاجابه يقول لك استجماتيزم اوف ذيس كونديشن از الريجولار استجماتيزم صح تمام؟ يجي يقول لك هنا ايه؟ اكيوت هايدروس از وان اوف ذا كونجريجيشن اكيوت هايدروس اكيوت هايدروس هايدروس بس كانوا في المسلسل شو كده دي قبل الله الجزء ممبرين هي تتقطع فممكن نعمل حاجه صح صح ولا غلط تمام كده احنا زي اقول لك انا ادخل التعاقد على ايه بيقول يا باشا بقول ايه هو بعت لنا شكله عامل ازاي يوسف طبعا اللي احنا شايفينه بالصوره
انا ما بكتبش ارتفيشال لينس ارتفيشال بس هو فيك يعني اي واحد لينس سواء اللينس دي بقى خلاص ارتفيشال لينس ارتفيشال لينس ممكن تحطه فين ممكن تحطه في مكانها الطبيعي اللي هو مكان الباك اللي فاضي يطلع الكاميرا خلاص او تحط فين قدام لو انا ما عنديش سبورت تمام يعني انا احطه قدام الاسبوع اللي فات عندنا حاله جميله كده وسالت الدكتوره ساره كان واحد واخد تروما فعنده تروماتيك ميجريزس واللينس اصلا بتاعته دروب عملنا له عمليه وشلنا اللينس بس دلوقتي ما عندوش بقى لا سبورت لا قدام ولا ورا ولا اي حاجه الايز بتاعته تروماتيك ميجريزس مكتوب دايركتد فولي دايركتد تمام واللينس كلها كانت دروب ديستوريتد مفيش سبورت فعملت لها انا الاسبوع اللي فات بقى ضيقنا اللي هي الايرس عملنا بيوبيل بلس خدنا بلس في الايرس بالبرونين فوق وتحت عشان نعمل له بيوبيل تاني بعد كده حطينا له عكس تاني خلاص بس مش النوع ده بقى في نوع في كليبس بتمسك في الايرس وايرس كله تمام فيبقى العدسه ممكن تبقى موجوده فين؟ يا اما في الانتين شامبر يا اما في الايه؟ في مكان البوستيريور شامبر كويس كده؟ خلاص البوستيريور شامبر نقول عليها بوستيريور شامبر اي او ال في الانتين شامبر نعرفهم الفرق ازاي؟ الفرق حاجه واحده هنا هنلاقي كل العدسه قدام كامله بالايدجز بتاعتها بالهف الثانيه الايدجز دي مش هتشوف انت هتشوف حته تلمع عمال تدور على اللمعه دي بقى لا صوره ولا اثنين وتقعد رايح جاي تخش مش كده بتعملوا كده في الكليستم صوره اثنين صوره واحد شايفها واحده شايفها ثلاثه مختلفين تمام دي بقى انت شايف العدسه كامله بالايدجز بالاي ويل خلاص تطر العين بتاعت الواد المدرس ده انت مش عامل بس اصلا اوتوماتيك مش بتحط تروما ايوه 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 مدريس يعني ايه جوجل وسعت ما بتقدرش المصل باظ اللي هي ايه كونستريكتور بيبيلي خلاص حصل فيها تورشن طيب ده اللي احنا شايفينه ده دي مش جوه كل يوم في كلينيك لو كده انا دي قلت تدرك تبقى بيضا ايه وخلاص يعني احنا سيبنا تدرك وعاملين نبص على الحاجات الثانيه هو بيوس الايرس الايرس بيوس الايرس اه بيضا ليه ما يكونش صعب السؤال رجع سيبنا السؤال ده خالص هنا ايه اللي موجود هنا؟ ايه اللي احنا شايفينه في الصوره؟ يعني قايلين نقول لك وات از دايجنوز احنا مش قايلين نقول في الامتحان كنت على حاجه احنا قايلين وات از دايجنوز خلاص ايه الدايجنوز هنا؟ كاتركت طبعا ما خدتش النور؟ قال لي نور الكاتركت بيقولوا لها ابيض وايت دي اسمها ايه؟ كاتركت كاتركت يعني مثلا واحد كتب هنا نيوكليا كاتركت وهي بيضه كده لا قالت له بيضه خلاص يبقى ده ايه؟ مش نيوكليا طبعا دي مكتوب سلايد كاميرا خلاص كده؟ طيب الايرس بقى احنا شايفينها مقلوبه كده دي حاجه اسمها ايه؟ تروبيرس مقلوبه ايوه شاطر تروبيون ايه؟ يوبي يعني ايه؟ يعني الايدجز بتاعت الايرس مقلوبه لبره خلاص؟ دي ممكن احيانا تبقى نورمال وممكن تيجي مع فاسكولار جلوكوما مع ايريكسك لما حاجات قبل كده باينه مش باينه بقى يا سلام تحت قول يا ابني فين بقى هو مش هيرجع عليك الصوره مش كلها جبت كلها كلها ولا خلاص في الاتش دي بس الرايز من جوه مقلوبه لبره كمان ده اسمه اركا سينيلس اثنين سنه قرايه اسمها اركا سينيلس اركا سينيلس ايه ده؟ الكوميتس الكوميتس كامل الكوميتس كامل احنا عندنا في انواع الاوتوكاتروفي ايه؟ برايمري الاوتوكاتروفي سكندري الاوتوكاتروفي كونسيكوينتي الاوتوكاتروفي والكوميتس الاوتوكاتروفي تمام؟ كل واحد فيهم له مواصفات في جدول للمقارنة بين الأربع إيه؟ أنواع مظبوط؟ في الجنوب دي سبورت كاترون كان عاملها إيه؟ في إيه؟ نزلت شيفت تقريبا نزلت على التناول بدري ده في أول الإكشينج بتاعت الجلوكوما ففي عندنا هانج أوف ذا بلاد فيزنس يعني البلاد فيزنس مش تاني وبعد كده لقيتها طلعت من هنا المفروض إن يحطوا واحد بس هي عشان دخل لف اللفة بتاعت كده تمام كده؟ خلاص؟ طيب أوفر هانجينج إيجز اللي هي بتبقى عاملة كده أصلا صبر على البرد
نيجي نبيت اوفر هانجنج ايدجز خلاص ماشي اندرمايند ايدجز خلاص البلاد فيسلز بتاعتنا تلاقيها لفت كده وبعد كده ظهرت كده فانت تشوف منها الحته دي تشوف منها الحته دي الجزء ده مختفي تمام عشان كده الشكل ده عامل كده خلاص بعد كده الكاب ديسك ريشيو هنا عنده ايه؟ ارجمنت الجزء الابيض اكتر ولا الجزء البينك اكتر؟ على فكره الصوره مش كده ده الواد دي بايظه عشان انا قلت له كده هو برضه بيقول لك انا ده ده شو ده سيء ده انا لو بتاعت الموضوع لا بلاش خالص ما في برضه كم احنا نفسر ولا نفسر بقى الولد يعني هو المفروض الديسك بين 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 جزء البين ده اللي هو البريفر جزء البين اللي هو النص كل ما يزيد الجزء البين معناه ان الكابينج زاد تمام ده كده ادفانس الكابينج اهو بقول مثلا هي الحته الحته اللي هي لسه هيلسي تمثل مثلا كام في الميه من الجزء اللي فيه ايه؟ ما يجيبش مثلا 20% يبقى نوع ايه بوينت ايه؟ يعني الايه ده فيه كف والسطور اللي فاضل ده فيه ايه؟ ريم خلاص؟ واحنا بيهمنا في الكف ديسك ريشيو والريم يعني انا لما بشوف عيان عاوز اقرر حالته عامله ازاي ابص على الريم مش على الكف ليه بقى؟ كل ما يكون الريم اللي فاضل احيانا في ناس عندهم لارج ديسك يعني واخد بالك؟ فعندهم ناس عندهم سموث ديسك ماشي يا شباب فدينا يقول لك ايه assessment of the retinal condition by ultrasonography احنا عاوزين نأسس الحاله دي انت تعرف شو الفندس طيب عايزين نعرف العيان ده نورمال فندس ولا في مشكله بنعمل ايه يبقى لو عنده مديون كاتره ازاي هتاسس المسير سيجمنت او ريتنال كونديشن بتعمل ايه؟ الترا سونوجرافي تمام؟ في حاجه يا شباب اسمها ماكرو فانكشن تيست اي عيان عنده مديون كاتره سواء في الامتحان ويجي في النظري وكل او شافه وكل حاجه يعني ماكرو فانكشن تيست دلوقتي واحد جاي عنده مديون كاتره شايف هاند موشن تمام؟ انا عاوز اسس الماكينه واسس الريتنال بريفري بنعمل اسسمنت ده ازاي؟ حد معاه طرش؟ هشوفه النهارده الاسسمنت بتاع الريتنال بريفري ليزر اول لو هي بروجكشن اون لايت بروجكشن اللي هو شايف الارم بعد كده كده انت عملت اسيستنت لمين؟ تمام كده؟ انا عاوز بقى اسيستنت للماكله، الماكله دي بتشوف ايه؟ بتشوف التنس ديفرنشيشن ما بين الفورم والفيجن يعني تعرف ايه؟ تفرق ما بين الرسومات والاشكال طيب تعمل انت ايه بقى؟ تجيب مثلا عدسه لونها احمر الله اكبر كل اللون ده ايه؟ ريد اللون ده جرين اللون ده ايه؟ بلو تمام؟ كده الماكله بدات دي اللي هو الكلام بيبقى شغال زي الشيء تمام بنعمل ايه بعد كده بنعمل فورم اوف فيجن اكيد مثلا العدسه فيها خلاص نور وانا ورا عارف تقول ده فيه نور فورم اوف فيجن كده اللي هو عشان كده نروح في جانب ليزر او في جانب الريفري بتاع الدكتور عايز تعمل اسسمنت للريفري بتاع هنعمل ايه؟ خلاص الاساس بتاع الريتنال بريفري لو هو عنده مديون كاتر نيجي من البريفري وندور النور تيمبو ليزر ابر لور تمام في جميع الاتجاهات هو شايف النور يبقى عنده كده الريتنال بريفري ايه عشان كده لون هاند موشن بص هي بروجكشن اون لايت بروجكشن اللي هو شايف النور بعد كده ده كده انت عملت اسسمنت لمين؟ للبريفري تمام كده انا عاوز بقى اسسمنت للماكله الماكله دي بتشوف ايه؟ بتشوف الكالرز ديفرنشيشن ما بين الفورم والفيجن يعني تعرف ايه؟ تفرق ما بين الرسومات والاشكال طيب تعمل انت ايه بقى؟ في مثلا عدسه لونها احمر الله اكبر كل اللون ده ايه؟ ريد اقول اللون ده ايه؟ جرين اللون ده ايه؟ بلو تمام؟ يبقى كده الماكله بدات دي فيجن اللي هو الكلر بيبقى شغال زي الشيء تمام؟ الحبيبه تديها فلوس بعدين هتعمل شوف العمر
مفيش مشكلة في الكلر بنعمل ايه بعد الكلر بنعمل فورم وفيجن اكيد مثلا عدسة فيها خمس كروم ونورها كنتو عارف تعتهم لازم الفورم وفيجن دي شو شغلانة مين المكلة بنعمل مكلة فانكشن ايه تيست خلاص اول حاجة في المكلة فانكشن تيست البيوبل جوبل رياكشن لو العيان بيقول تحت راوند ريجولار رياكتيف يبقى ده يديني انديكيشن ان الاوبتيك ديسك بتاعه هيلسي وان الماكلا بتاعته هيلسي خلاص يبقى انا اشوف الاول الايه الجوبلر رياكشن بعد كده اشوف الريتينال بريفري البروجكشن اوف لايت والماكلا بالكلر فيجن والفورم اوف فيجن خلاص طيب عايزين ناسس الريتينال كونديشن بقى ان هي ريتينال ديتاتشمنت ريتينال اتاتشيت في فيتراس هيموريدج في تيومر في بنعمل ايه فبدنا نشوفه بقى خلاص نعمل له ايه الترا سونوجرافي نعمل له الترا ايه سونوجرافي طب العيال ده عاوزين نعمل تيست شوف لنا التوصيل من الريتنا لحد البرين في ستادي اسمه في اي بي تمام فيجوال ايفوك بوتنشال شوف التوصيل بتاع الكهرباء بتاعت العين من اول الاوبتيك ديسك لحد فين الفيجوال كورتكس في عندنا حاجه ثانيه من تيست الروتس والكونز اسمه ايه ERG الكترو ريتينو جرام يبقى ERG وفي اي بي والترا سونوجرافي الكلام ده مهم ليه عشان ممكن يجي في الامتحان يقول لك هتقيس الماتيور سماي كاتراك تمام كده ذا موست بينيفيشال تمام انفستيجيشن تو اسيست ذا ريتينا هي 1 2 3 4 الترا سونوجرافي فلوريسين انجيوجرافي تمام كده خلاص انت كام او مثلا كورنيال توموجرافي انت عارف ان هو مين اللي هيصور الصوره الأشعة التلفزيونية هي اللي هتجيب الريتنا في مكانها ولا مش في مكانها؟ واخدين بالكم يا شباب؟ دي مش وضع الفكرة بتمسك في الراوند في آخر السنة. في فوري بودي موجود ومكانه في ستيشن أما شلناه الأنسر دي خلاص؟ طيب طبعا الألوان مش واقعية خالص. هنا كل العين فيها بلط نقول عليها ايه؟ هايفينا خلاص؟ هنا عندنا كورنيا رابشر وطلع الايرس خلاص؟ يبقى انا عندي تروما بتعمل اشكال مختلفة من الانجلس ممكن تبقى كورنيا رابشر خلاص؟ ممكن سبكونجكتيفال هيموريج بقى الليد هيماتوما والليد انجري ممكن سبكونجكتيفال هيموريج ممكن كورنيا الالسر بتاع كورنيا الابريجن ممكن يبقى كورنيا رابشر الليدز ممكن تبقى الديرو ديسلوكيتد ممكن تصير ديسلوكيتد ممكن حصل لها رابشر في الكبسول كده يا دكتور الصور مش الالوان مش الالوان مش حلوه الالوان سيئه حاجه فيها عليها تمام نورمال از ابر ليت كفر از ابر وان فيبس اوف ذا كورنيا The condition can be associated with mal developing of the superior oblique muscle. ممكن يبقى معايا مال ديفلوبمنت اوف ذا سوبر اوبيكس تمام طيب بايلاترال نيجليكت كيسز كومبليكيتد باي ستاجنس صح ليفيتور ماسل ريسيشن ريسيشن از ا سيرفيكال لاين اوف ريسيشن الصوره المعهوده خلاص دي هنشوفها مره ثانيه الصوره دي لازم خلاص بس مش هنعرف نجاوب تحديدا اهو الانسر دي ستيند باي السايكلو اسايكلو وير اند ستيرويدز دي سي فور ميكروتايتس ديو تو انفكشن باي ذا فيروس اما ليه بقى دي سي فور دي تيجي نتيجه ايه؟ انتجين انتي بودي رياكشن كونتاكت لينس ار ريسك فاكتورز لو قلنا كنت كلمت السؤال بيجيب عنه فيروس انه فيجن كان سميبا لو كنت كلمت بتاعت الاكان سميبا غلط مش صح كنت كلمت ريسك فاكتور لا بيقولوا كلهم غلط لا بيقولوا كلهم غلط مش لازم كله غلط طيب هنا برضه بيقول لكم ديستابنج وفي اسئله ديفرنس ان انترا اوكلر بريشر بتوين ذا ار تو ايز شود نوت اكزيد 5 تو 6 ملم الكلام ده لو
نزلت الدبليوفون يبقى ديفرنس. لا ما هو برضه صح الولد ما يزيدش عن ده. لو زاد عن كده يبقى دي في مشكله. طيب ايوبيا فاميلي هيستوري الوايت ريسز بتاعك من كلمه وايت ريسز هو الاولويه صح الايوبيا فاميلي هيستوري صح وايت ريس هي اللي قال فقول ار ريسك فاكتورز فور كرونيك اوفر انجل جلوكوما. يعني يبقى الاوفر انجل جلوكوما مور كومن مع المايوبس مع بوست فاميلي هيستوري بس مع الدارك ريسز صح. يعني احنا برضو حظنا حلو في المانجا من الدول اللي بيجي difference in intraocular pressure views of why should look exceed 5 to 6 millimeters. ايوه صح should look exceed ما ينفعش يبقى الفرق بينهم يوصل 5 درجات. ايوه يا ابني عايزه بتقول لي فيكس خليك ايرور اوف ريفلكشن خليك المايوب وهيبقى بيدروب في ماينس 4 وماينس 2 ده ضغط العين. ما ده النورمال هي الرسمه دي النورمال كده هي الرسمه النورمال الرسمه دي النورمال يا ابني ما كنا كومي تسكابل زي الصورة اللي كانت كبيرة بشوية يعني هو بيسأل على الوضع الحالي ولا على الجلوكوما نفسه؟ يعني هو السؤال عبد الله ما حاش يتكلم لو سمحتوا اللي عاوز يتكلم يتفضل يخرج قول كده يا دكتور اولا السؤال دي صورة وعليها اربع اسئلة او خمس اسئلة هتكون صح ولا خلاص ده اللي احنا بنتكلم عليه تمام كده؟ الصورة فيها ايه؟ فيها كابلنج جلوكوما تستابلنج في الناحيتين ماشي؟ بيسألك في الطبيعي ينفع يبقى في ديفرنس بين العينتين اكتر من 5 ملم؟ ما ينفعش. لو في اكتر يبقى في العيان ده عنده جلوكوما خلاص؟ المفروض لو عين فيهم 12 والثانية 17 يبقى اللي فيها 17 دي فيها مشكلة خلاص؟ هو ده السؤال الأولاني ديفرنس ان انتروبيا مش شوت نوت يزيد ما ينفعش يزيد عن 5 تمام؟ ايوه ما ينفعش يزيد خلاص ينفع يزيد في جلوكوما ينفع يزيد ده ما ينفع خلاص يبقى مرض هيبقى جلوكوما ما ينفعش برضه الصورة دي ايه؟ ايوه هذا كان في لسه في سؤال زي ده بص يا بلاد الانالوج كان في جوز از فيرست لاين اوف تريتمنت هو مين الفيرست لاين اوف تريتمنت؟ يا اما بيتا بلوكرز يا اما براست وبلاد الانالوج. فاحنا بنعمل ايه؟ احنا في مصر والدول المتاخره زي ما كده بنستعمل البيتا بلوكر عشان ب 8 جنيه وفي الدول المتقدمه مستجلات الانالوج عشان اطول 110 تمام؟ هو فرق بدايه السعر خلاص؟ مستجلات طبعا احسن تقضي مره واحده في اليوم بس سعرها غالي خلاص؟ بعد شويه بنستعمل الاثنين بعد شويه بنحط قطره ثالثه بعد شويه ممكن يبقى اربع قطرات ده غير هيديك از ذا مين فيتشر اوف كرونيك اوفر انجل جلوكوما. اللي عنده جلوكوما لو كرو عنده كلوجر بيبقى معاه صداع لان ضغط بيبقى 40 50 لكن اللي ضغطه 24 26 ما عندوش صداع خلاص يبقى مش الشبكه بتاعته الصداع ده اسمه سارق العين او سارق النظر. ليه بقى؟ مش سيمبتومز العين ما بتشتيش. اللي عنده اوفر انجل جلوكوما ما عندوش شبكه بيجينا بالاخر ايه الشكل يا ولاد اللي احنا شايفينه ده؟ ايوه انت قلت جمله مظبوطه اللي احنا شايفينه ده شيري ريد سبوت. وات ار ذا كوزز اوف شيري ريد سبوت؟ في سنترال بريتر الارض الاوروبيه لا بلاش يعني بلاش صعب صعب ايوه في في كينين واحد واحد يعني كينين كينين ايه تاني؟ هنا بالسنة على درجة الأوكلوجن أجناح في التروما برلين هي برلين دي اسمها بقى مش ريكوش أو برلين دي خلاص شيري ريد سبوت نفس القصة تمام. طب أنت تتوقع هنا إيه ده تروما ولا ده فيه أوكلوجن؟ ليه بقى؟ لأن في عندنا شكل سيني وبيت من الأرض باين أهو في أرض هنا صغنطوطة لسه في بلاد لسه في فاسكولاريزيشن تمام. يبقى الراجل ده عنده ايه؟ عنده سنتر ريتينال ارتري اوكلوجن وسبيتن سيني ريتينال ارتري في 20% من الحالات بقى عندنا في بيتن سيني ريتينال ارتري. ايوه الحته الصغيره دي سنتر دور عليها كل كده هيبقى ايه؟ دور عليها الصوره هي باينه اهي بتاع الصوره اللي قدامك دي. اي صوره ثانيه حد الراجل حد سكاتروما ولا سنتر لا في حاجه ثانيه عيال واحد اتخطاها عيال الثاني عامل واحده منهم عنده كده تمام. في عيال مربوط والتاني ما فيش هيستوري بوست فاميلي هيستوري ديسكوري بين الاثنين في ديفرنس جامد بين الاثنين خلاص. ايه اللي موجود هنا عندي قدامي؟ شيري ريد سبوت بيتا سيري ريد ارت اوكلوجن وفي عندنا ريتنال ديما يمني السنترال اريا. ذير از ا سادن سيفير
veinless loss of vision. Painful, that I wish you. Wish you didn't have a top off a bit. That is nothing painful. I'm not being this. That's a good one. Sometimes you feel painless loss of vision. Secondary optic atrophy is a common symptom. هو تعمل الانتيريور شامبر باراسنتيسيس ولور الانتيريور كارديشن صح ولا غلط؟ صح صح طبعا صح. ليه؟ لما الضغط يقل فالضغط يزيد جوه الارتري فيزق الايه؟ يعمل ديسكوتشمنت للايه؟ للانفلس اللي موجوده في البريفرال برانش تمام؟ ده المستهدف بيفلح لا بيغلط بس هي دي الحاجه اللي ممكن تعملها خلاص؟ بعد ده في الدروما بقى بتاع الدروما تمام ايه اللي حاصل بنقول له بص فوق بنقول له بص فوق بيبص بالعين اللي ما اتخرطتش العين اتخرط مش بتطلع لفوق مش برنامج بقى انت عايز بالستريكت خدنا في الدروما في الاوربت خدنا اول حاجه في الاوربت في الدروما ايش الدروما بتخبط تاخدهم من بره مش خدتهم الدروما مش كله خد الدروما اللوبيا ان ابيز العيان ده ما يبص لفوق احنا شايفين في الصوره اهو عينه مش بتطلع فوق خلاص يبقى عنده هاي بتروبيا ايوه دي تروبيا ايوه كده عين بصت في اتجاه الثاني ان ابيز ايوه تمام ده بيبقى عنده ايه فراكشر فلور ابزورب مش خدت يا ابني ملناش دعوه بالدور بتاعنا ما دخلناش انت فاكر التروما دي مش التروما مش الدور دي الفلور بتاع الدور ده لما يحصل له فراكشر بيحصل انتانجمنت اوف ذا انفيرو ريتس مصر اللي انفيرو ريتس مصر تدخل تتزنق في الايه في البون المكسور ده فيجي العيان يبص لفوق العضله هي اللي انشتت تمام فعامله ريستريكتف نعرف نفرقهم ازاي بين الباراليتيك والريستريكتف فورس دكشن ديسك فورس دكشن ديسك اجي امسك العين واحركها في اتجاه اجينست الاتجاه بتاع الايه؟ الريستريكشن يعني العيان عينه مشدوده لتحت انا احركها لفوق لو بتتحرك معايا ده برنتك المشكله في النيرف مش في المصل لو لا ده قفشة خالص كده ممسوكه ده ريستريكت يبقى ديسك اسمه ايه؟ فورس دكشن ديسك مين؟ اينو سانتوس مالك مش لازم هو في الاول ممكن يبقى عنده بروبتوسس انوسانوس ده في الاخر يعني هو بيبدا اخر حاجه بتحصل بعد ما يحصل بيابزوربشن للبلاد والهيماتوما والكلام ده خلاص يبدا يحصل له انوسانوس سيرجري انديكيتد اف ذير از بريسيستنت ديبلوبيا اور انوسانوس هو بيقول لك ايه بريسيستنت يعني انا اخر تو ويكس من اساسي كونديشن عيل عنده ديبلوبيا انوينج فيجن وعنده انوسانوس خلاص بريسيستنت اعمل له ايه؟ سيرجري نيجي نعمل ريبير للاوربيتال فلور نحط زي شرايح كده خلاص عشان نرفع الايه الاي فلور فندس اكزامينيشن از نوت مانداتوري يعني ايه مانداتوري اصلا كلمه مانداتوري عارفين معناها ايه؟ يعني اوبليجاتوري مانداتوري يعني اوبليجاتوري خلاص اي عيان خد تروما لازم نفحصه بقى العين ولا لا؟ ليه بقى؟ ايوه شوف اذا كان في فيتراسيوم ولا جوليتا ارتير ريتا اتاتشمنت اي حاجه من الكلام ده كوميشن ريجن هنبقى نبص على ده بفضل سكسين از نوت مانداتور دي غلط ام ار اي از ذا بيست انفستيجيشن ريكوايرد ان بلو اوت فراكشر هو ده اسمه بلو اوت فراكشر واحد واخد دروما كده من على الجنب وصار له فراكشر اوربي شنو ده اسمه بلو اوت فراكشر الام ار اي بيست انفستيجيشن اعمل له سي تي ولا ام ار اي؟ سي تي عشان ايه؟ البون البون ويندو البون بيبان اكتر بمين؟ السي دي والام ار اي بتبين اكتر مين؟ المسلس تمام كده؟ الاحسن اللي مربوط عشان يشوف العظم اتكسر ولا اتكسر بنعمل ايه؟ سي دي خلاص؟